في الفيديوهات السابقة قمنا بعمل حسابات معقدة وربما قد تكون تجاوزت هذا، لكننا حصلنا على نتائج رائعة. حصلنا على صيغة للميل وتقاطع واي لخط الانحدار الأمثل عندما تقيس الخطأ بالمسافة التربيع لذلك الخط، والصيغة سأعيد كتابتها هنا ليكون لدينا شيء متقن لنفحصه. لذلك الميل لذلك الخط سيكون الوسط لx ضرب الوسط لy ناقص الوسط لxy، ولا تقلق هذا يبدو مربك جدا، سوف نقوم بحل مثال عن هذا خلال ثواني. إذن تقسيم الوسط لx تربيع ناقص الوسط ناقص الوسط لx تربيع، وإذا كان يبدو هذا مختلفا قليلا عما رأيناه في حصص الإحصاء أو في كتابك قد تراه مقلوبا أو مبدل، إذا ضربنا كلا من البسط والمقام بسالب واحد قد ترى هذا مكتوب كالوسط لxy ناقص الوسط لx ضرب الوسط لy تقسيم الوسط لx تربيع ناقص الوسط لx تربيع. من الواضح هذان نفس الشيء، نضرب البسط والمقام في سالب واحد وهو نفس الشيء كضرب كل شيء في واحد، وبالطبع أيا كان ما تحصل عليه لإم يمكنك عندها تعويضه مرة أخرى هنا للحصول على بي، وبي ستكون مساوية للوسط لواي ناقص إم. لنكتب هذا بالأصفر، لذا هذا واضح جدا، قمت بالحل بالنسبة لقيمة M ناقص M ضرب الوسط لX ضرب الوسط لX، وهذا كل ما تحتاجه. إذن لنأخذ تمرين يتعلق في هذا. إذن لنقل لدينا ثلاثة نقاط، لدينا ثلاثة نقاط، وسأتأكد أن هذه النقاط ليست خط واحد لأنه في تلك الحالة لن يكون مثير للاهتمام. إذن لنرسم ثلاثة نقاط هنا، لنقل أن هذه النقطة هي 1.2، إذن 1.2، إذن لدينا هذه النقطة هنا 1.2، ومن ثم لدينا النقطة 2.1، لدينا النقطة 2.1، هذه هي النقطة 2.1، ومن ثم لدينا أيضا النقطة، لا أعلم، لنقل أن هذه النقطة 3.4، لنقل أن هذه النقطة 3.4، أو دعونا نقول أنها النقطة 4.3، النقطة 4.3. إذن هذه ثلاثة نقاط، وما نريد عمله هو إيجاد أفضل خط انحدار مناسب والذي نشك أنه سيبدو بهذا الشكل. سنرى كيف سيبدو باستخدام الصيغة التي أثبتناها. إذن مكان جيد لنبدأ منه هو حساب هذه الأشياء من قبل، ومن ثم نعوض مرة أخرى في المعادلة. إذن ما هو الوسط لx؟ الوسط لx سيكون 1.1 + 2. الوسط لx سيكون 1.2 + 4 / 3 تقسيم 3. إذن ماذا سيكون هذا؟ 1 + 2 = 3 + 4 = 7 / 3، إذن يساوي 7 / 3. الآن ما هو الوسط لواي؟ الوسط لواي يساوي 2 + 1 = 3، ومن ثم كل هذا تقسيم 3. إذن هذا 2 + 1 = 3 زائد 3 = 6 تقسيم 3 = 2، إذن هذا 6 / 3 = 2.
الآن ما هو الوسط لـ x y؟ ما هو الوسط؟ ما هو الوسط لـ x y؟ إذن أول x y هنا هي 1 ضرب 2 زائد 2 ضرب 1 زائد 4 ضرب 3. 4 ضرب 3، ولدينا 3 من هذه الـ xy، إذن تقسيم 3، إذن ماذا سيساوي هذا؟ لدينا 2 زائد 4 وهو 4، 4 زائد 12 يساوي 16، إذن سيكون 16 تقسيم 3، 16 تقسيم 3، ومن ثم آخر واحد يجب حسابه هو الوسط لـ x تربيع. إذن ما هو الوسط لـ x تربيع؟ أول x تربيع سيكون 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 4 تربيع زائد 4 تربيع، ولدينا 3 نقاط بيانات من جديد، إذن هذا 1 زائد 4 وتساوي 5 زائد 16 وتساوي 21 تقسيم 3، والذي يساوي 7، إذن هذا عدد مناسب، إذن لنجد M و B. إذن الميل الأمثل لخط الانحدار الوسط لـ x سيكون 7 تقسيم 3 ضرب الوسط لـ y. الوسط لـ y هو 2 ناقص الوسط لـ x y. حسناً، هذا 16 تقسيم 3، ومن ثم كل ذلك على الوسط لـ x. الوسط لـ x هو مربع 7 تقسيم 3، مربع 7 تقسيم 3 ناقص الوسط لـ x تربيع، إذن سيكون ناقص هذه 7 هنا، ويجب أن نقوم بالقليل من الحسابات هنا. سأستخدم الآلة الحاسبة. من الجيد الحفاظ على الأشياء بصيغة كسور لنرى إذا كان بالإمكان حساب هذا. هذا 14 تقسيم 3 ناقص 16 تقسيم 3، كل ذلك تقسيم 49 تقسيم 9، ومن ثم ناقص 7. إذا أردت التعبير عن ذلك كشيء تقسيم 9، هذا نفس الشيء مثل 63 تقسيم 9. إذن في البسط نحصل على سالب 2 تقسيم 3، ومن ثم في المقام ما هو 49 ناقص 63؟ هذا سالب 14 تقسيم 9. هذا نفس الشيء كسالب 2 تقسيم 3 ضرب 9 تقسيم 14. نقسم البسط والمقام على 3. حسناً، السالب سيلغى أولاً، نقسم على 3، هذا يصبح 1، هذا يصبح 3، نقسم على 2 يصبح 1، وهذا يصبح 7، إذن الميل هو 3 تقسيم 7. الآن يمكننا العودة وإيجاد تقاطع y، إذن لنجد تقاطع y باستخدام هذا هنا، إذن تقاطع y b ستساوي الوسط لـ y. الوسط لواي هو 2 ناقص الميل، أوجدنا أن الميل هو 3 تقسيم 7، إذن ناقص 3 تقسيم 7 ضرب الوسط لإكس وهو 7 تقسيم 3. هذه متبادلة مع بعضها البعض، إذن ستلغى، هذا يصبح 1، إذن تقاطع واي هو ببساطة 2 ناقص 1، إذن هذا يساوي 1، إذن لدينا المعادلة للخط، خط الانحدار سيكون واي تساوي، أوجدنا الميل، M تساوي 3 تقسيم 7، واي تساوي 3 تقسيم 7 إكس، زائد تقاطع واي هي 1، وانتهينا. إذن لنحاول رسم هذا، إذن تقاطع y سيكون 1، إذن سيكون هناك، والميل للخط لدينا هو 3 تقسيم 7،
إذا لكل 7 نمشيها نرتفع بمقدار 3، أو طريقة أخرى للتفكير في هذا، لكل 3.5 نمشيها نرتفع بمقدار 1.5، إذا سنمشي 1.5 هنا. إذا هذا الخط إذا أردنا رسمه، أنا أرسم هذا يدويا، إذا لن يكون دقيق، سيبدو هكذا هناك، سيبدو هكذا هناك، وفي الواقع لن يمشي مباشرة في ذلك الخط، لذا لا أريد إعطائك هذا الانطباع، إذا قد يبدو مثل ذلك. وهذا الخط الذي بيّنه هنا في هذه الصيغة يقلل المسافات المربعة عن كل واحدة من هذه النقاط إلى الخط. على أي حال، لقد كان هذا رائعا، إلى اللقاء.